شو عم تعمل هاي هون؟ روق ابني. الله العليم شو خبصت. عدنان مسكها من ايدها وجابها لعنا لهون، قال خدوها تتهنوا فيها ورماها وراح. شو عملتي تسنيم؟ شو مخبصة؟ أنا ما عملت شي. إذا ما عملتي شي شو اللي جابك لعنا؟ صبري صبري يا ابني اسمعني. وليه؟ البيت اللي بتفوتي عليه فستان العرس ما بتطلعي منه غير بالكفن، بتعرفي هالشي؟ أخوها الكبير صبري هاد أسوأ واحد. لما أخذنا تسنيم كان هو بالسجن وهلأ طلع. أمي برأيك رح يعملوا له شي لتسنيم؟ الله يكون بعونه. ما بعرف شو بيطلع مع أخواتها، أنا شو بدي أعمل شو بدي أقول. فتون تعي معي شوي. جواد لا تشغل بالنا عليك. جواد لا بابا ما مات. شوف حبيبي انت لازم تسمعني. لا بابا راح رحلة وراح يرجع اكيد. جواد بابا ما راح يرجع مرة تانية مثل ما رجع من قبل. هلا رح يرجع. بنتي نحن عشنا ايام صعبة وهلا عم نتخطاها. طولي بالك بنتي. ما عم بقدر قدري يا خانم، ما عاد لي قوة اتحمل. معك حق لأنه اللي صار معك مو سهل. شو بالنسبة لجواد؟ كيف بدي فهمه الوضع بدون ما أضايقه؟ ما تحكي له شي. كيف يعني؟ أحياناً كتير شغلات الكلام ما بيقدر يوصفها. لا تضغطي عليه. مين منا قدر يستوعب اللي صار حتى نستنى منه يستوعب؟ الزمن بينسي، الزمن. القصة بدها صبر. لك أنا مو فارقة معي، اللي بيهمني الولاد لأنه هي أكبر مصيبة رح تمرق بحياتهم كلها. هلأ كيف رح يكملوا حياتهم؟ على أي أساس؟ ما بعرف. بلال كمان رح يتأثر أكتر منهم. قلت لك الزمن يا بنتي بيخلي الوجع يخف شوي شوي. هلأ ما فينا غير ندعي ونصبر. وشو مشان تسنيم؟ ما بعرف. تسنيم ما كانت تبطل جنان وتعقل. هي ما بتحكي شو في ببالها مشان نساعدها ونوقف جنبها. ما بعرف شو بدي اعمل مشانها. اصبر عليها ولا اشكر ربي ولا اسكت. ما بعرف اعمل غير هيك. وانت اعملي نفس الشيء، الصبر والتوكل. رح اصبر يا قدري يا خانم، رح اصبر. الله يعينك، لسه عذابك وهمك ما خلص. سامحيني، سامحينا. دمي عم يفور ويغلي والله. هيك بدون سبب معقول؟ كيف رجعك لعنا بدون ما تكوني عاملة شيء؟ أخي أخي تسنيم لا يكون عامل شي عيبة. ما عملت شي أعمل لك، بس هو جاب ضر علي ولهالسبب عمل فيني هيك ورجعني لعندكن. وانت كنت ضرة، مو من حقك تغاري. ما رحت لعنده بكافي،
في حدا سألني إذا رضياني أتزوج بعد ما أعطاكم عدنان المصاري؟ مصاري شو هي؟ مصاري شو؟ احكي لشوف. رح أقول لك. ليش كنت معصب وفاير دمك؟ ها؟ لساتنا حزنانين على أخوك وأنت ما عم تستوعب هالشي. على القليلة خلينا نمضي العزاء على خير بلا مشاكل، ولا هذا الشي عدنان كمان ما رح تسمح لنا فيه. بعد اليوم كل واحد بده ينتبه على كل خطوة بيخطيها معي، لأنه في بيناتنا مين عم يتجاوز حدوده. بعد كل شي صار ليش لتاخد تسنيم وتحطها ببيت أهلها؟ أنت مجنون لتعمل هيك؟ ما بتعرف انه اخواتها مشرانيين؟ هيك احسن إلنا، لانه ما قدرنا نربيها. خلي اخواتها يشوفوا شغلهم معها ويربوها على المزبوط. وينه بلال؟ بغرفته قاعد، ما عم يطلع لبرا ابدا، لا عم ياكل ولا عم يشرب ولا عم يحكي مع حدا. اذا حدا بدايقه بكلمه لبلال رح يشوف شي ما يعجبه. رايح احكي معه. رايح. بعت اختك يا حقير. سامحلك انت، ما فيك شرف. انا قاعد بالسجن لاحمي شرفكن، وانتو هون قاعدين عم تبيعوا البنت. حسابك بعدين. وحياة عينك. بالأول بدي أوصي براسه لهالعديم الشرف عدنان، يقصف عمرك وعمره، وبعدين رح أوصيك إليك. مفهوم لك؟ بلال، بلال افتح الباب، بدي أحكي معك. بلال، شو رح يصير لما بتسكر على حالك الباب؟ ما رح يصير شيء. حابب أبقى لحالي. أنا وياك رجعنا من الجبل سوا، مزبوط؟ طيب ليش رجعنا؟ مو منشان نحمي وندافع عن حقوقنا وننسى كل الوجع؟ إن كان أنا ولا أنت بدنا نعيش ونتحدى كل مشكلة بتوقف بطريقنا، مفهوم؟ ما تكون ضعيف؟ ما بعرف شو بدي أقول. أبي ما عم بفارق بالي. ما حدا عم يقلك طالعه من عقلك ولا من قلبك، هذا أبوك. روح واجهه وبعدين حاسب حالك، وطلوب يسامحك، بس لا تسامح. وحاسب الناس كلهم، بس لا تخليهم يحاسبوك. لا توقع حالك ليحاسبوك. قوم معي، بدنا نزور أبوك. يلا. أنا بلشت حاسب كل حدا ضايقني واحد ورا التاني، وإنت نفس الشي، صار وقت تحاسب. يلا ابني. أنت آخر مرة بتقعد شريك. هيدك من جدك من مور، جيب لنا اثنين شاي. بدي ياتيل. تكرم. طلع فيني. هاي القصة لسه ما خلصت، فهمت؟ مثل ما بدك. خلينا نروح لعند عدنان ونحاسبه على اللي عمله، ونسأله شو اللي صار مع أختنا، ونعرف منه القصة بالتفصيل. بدي اشرب من دمه لهالكلب الحقير. لا أخي، اترك لي إياه. شوف، أنا بروح وبحكي معه برواق مشان ما يصير مشكلة كبيرة. قوموا له، بنحكي معه سوا. يلا.
أنا ما لحقت أتعرف عليك منيح. أنا بلال ابنك، ابنك يلي حكم عليك بدون ما يفهمك ولا يسمعك، ابنك يلي أخذ منك العناد وبعدين ورجاك ياه على المزبوط، ابنك يلي خجل يبكي عليك. أحيانا بحس بدي أبكي وصرخ، مع إني قلت لك إنك ظلمتنا، بس هالشي ما كفاني. كنت عم طلع بعيونك بس أبدا ما عطيتك مجال تحكي شي، لهالسبب ما بيحق لي أبكي عليك. ماني قدران أبكي، ما عم تنزل دمعتي، حاسس حالي مخنوق. بابا بتسمح لي أبكي؟ أحيانا بحبس دمعتي بقلبي بس ما عم تنزل من عيني، بجوز إذا بكيت بخلص، مشان هيك أنا ما عم أبكي، لهيك ما عم أقبل أبكي. موافقني الرأي بابا؟ أنا كنت بدي أسألك كتير أسئلة، كبرت وفكرت كبرت عن جد، قديه أنا وأنت ضيعنا وقت، الوقت يلي سرقته مني ومع مين ضيعته قبل، من مين بدي أخذ وقت الضايع؟ من مين بدي أعرف سامحتني ولا لا؟ أنت رحت زعلان مني، رحت وقلبك مكسور مني، أنت رحت وزعلان مني. سامحني بابا، بترجاك سامحني. هلا تسامحتوا وقلوبكم صفيت. الله يرحمك يا بابا. سامحني بترجاك على كل شيء، لأنه ما بكيت على صدرك. سامحني لأنه ما ضميتك. سامحني. ما بتعرفي تخلصي حالك؟ مو معقول، إذا أنت خبيتي وكلنا خبينا شو رح يصير؟ رح تتعقد الأمور. بس كيف بدك يعني أعمل هالزم؟ ملاك، وين مرت عمي؟ طلعت على غرفتها وقال بدها تتسطح شوي. منيح قدراني تتحمل. فتون مانا مبينة؟ فتون مثل العادة، طلعت تشم هوا، بدها تتمشى شوي وراجعة. أنا خايفة على قدرية خانم تدهور صحتها. الله يقويها. حزنا على ابنها كبير كتير وما بينحمل ابنه. صباح الخير، أنا اسمي سلام، أنا بكون أنسة الأولاد بالمدرسة. أهلا وسهلا فيكي. بالأول تسنيم جابت لي السي دي، وبعدين اجا قاسم وسرق السي دي من المخفر. برأيك مو شي غريب؟
أهلين. أهلين أنسة. أهلين فيكي مايا. بالحقيقة إجيت مشان نتائج فحوصاتكم. عزبناكي معنا. شكرا. العفو. شكرا. الأنسة جابت لكم نتائج الامتحان والمفاضلة، توقعت نسيانينا. رح أعطيها لنارين نتائج بلال، خليها هي تفتحهم. لا تخلي عدنان الصغير يتأمل على الفاضي. طلعوا نتائجه كمان؟ ايه كلهم طلعوا. عائشة عزبتي حالك، ليش واقفة؟ تفضلي ارتاحي. شكرا حبيبتي، ما بقدر، زوجي باري عم يستنى بالسيارة. هاي شفتكن وعطيتكن النتائج. شكرا لك مرة تانية، تعذبتي معنا. يلا بخاطركم. بقي فرع قبلتي مثل ما بدي، كلية الحقوق. توقعت هالشي، ما تفاجأت أبدا. وإنتي؟ علاماتي ما بتدخلني على الجامعة، ما انقبلت يعني، ومو فارقة معي. عائشة أنت شو طلع لك يا عمري؟ كلية الحقوق. ألف مبروك حبيبة قلبي، فرحت لك كتير. إيه أختي، انقبلت وبعدين؟ شو بعدين؟ أكيد رح تدرسي. والمصاري من وين؟ انتي ليش هيك عم تعملي؟ عم فيقك من الحلم اللي عم تحلميه. ليش هيك عملتي؟ انتي جنيتي؟ ما جنيت، لساتني بعقلي، بس تعلمت اتقبل الواقع. عائشة البنت معها حق. تعا معي. احكي لي القصة مرة تانية بلا كذب وتضييع وقت. اي قصة احكي؟ تسنيم اخدت السي دي وانت رجعت اخدته، يعني كذبت علي بشغلات كتيرة. انت وتسنيم عم تغشوني. استغفر الله شو هالحكي، انا ما بتجاوز حدودي. ولا يا قاسم، صاير عم تحكي شي وتعمل شي تاني. تسنيم عم تحشر انفها بشغلات الها دخل فيها وما الها دخل فيها، مع انه عملت يلي كان لازم اعمله. مسكتها ورميتها ببيت اهلها وبين ايدين اخواتها، هذا عقاب قاسي كتير بالنسبة إلها، وعقاب خيانتها لازم يكون الموت. هالشي بتعرفه صح؟ بعرفه منيح. اوعك تخلي مجال للشيطان يلعب بعقلك وتعمل شغلات تزعلني منك. انت بتعرف شو بساوي، فهمت؟ يلا روح. شو الظاهر، ما عرفتنا؟ عدنان هون. عدنان؟ عدنان آغا بيقولوا. عدنان آغا، وأنا بتناديلي رضا بيك. روح من خليتي. وين عدنان؟ شبكن على شو عم تضحكوا؟ ما شفتوا منظره كان قد الفيل؟ فركشت، قام دفشني وفجأة وقعت. قول دستور، ليش اجيتوا؟
هي نقبلتي بالجامعة، نيالك رح تطلعي من هون. بلا حكي فاضي كرمال الله، أنا ما بفرق شي عن عائشة، كأنه معي مصاري لأدرس. معقول عم تحكي هالحكي؟ هي ستك حبيبة قلبك بتدرسك، بقى ليش حاملة هم المصاري؟ أنا ما بدي حدا يعطيني، ما بدي شي من حدا. يعني وأخيراً رجع عقلك يشتغل؟ ليش أحياناً بتعصبي مني؟ إذا كل شي قلته بالأول طلع صح، لازم تشوفي بعينك حتى تصدقي؟ إيه خلص فهمنا بقى، ما صدقتي لقيتي فرصة حتى ما عاد سكتي بنوم؟ غيري هالسيرة خلصنا. يمكن معك حق، بس هذا كله لأنه ما عم أفهم شو بدك. منيح، روحي من وشي لكن والتهي بشي ينفعك. خير يا صبري، ليش دخلت بدون إذني؟ عدنان أغا، جبت أختي وتركتها عنا بالبيت وما قلت شو السبب. قلي لشوف شو ذنب أختي لنعرف. أنت مين مفكر حالك لتستجوبني وتحكي معي بهالطريقة؟ ها؟ لو كانت أختكم مثل الخلق والعالم وقعدت عقلي ما كنت قلعتها من القصر. فات الأوان، عملت الشيء اللي لازم أعمله من زمان. نقلعه أنت وياه. عم تحكي على أختي وتقلعها؟ والله ما حذرت، فتح عينك منيح عدنان. والله بعد اليوم أنا ماني مسؤول عنها، بس بتعرف أنا برأيي علموها إمتى لازم تحكي وإمتى لازم تضل ساكتة وكيف لازم تلزم حدودها وما تتعدى على غيرها وتعيش بلا مشاكل، لأنه أنا لليوم ما عرفت كيف خليها تمشي بالطريق الصح. عدنان آغا، عدنان آغا، افتحوا الباب. رضا شوفي، اجوا إخواتها لتسنيم، دخلوا على الآغا وقفلوا الباب، اجيت ركض مشان أنقذوا للآغا. افتحوا الباب يا كلاب، افتحوا الباب. بعد مفكرين حالكم رجال انت وياه؟ تعال هون، تعال هون، ولا رد رد. ألف مبروك، طلعت نتائج المفاضلة وانقبلت مايا بالجامعة. خالته أمينة هلأ بتتضايق ماما، مو ناقصة مشاكل. مبروك مايا، وين انقبلتي؟ بكلية ما بقدر روح عليها أبدا. شو معناته هالحكي؟ يا ماما كيف بدي أدرس؟ قلنا لك هالحكي وما صدقتي، شو بدنا ندرس مايا زراعة الورد؟ مفكرة هالشي رح ينفعنا؟ خلص بقى، ما شبعتوا خناقات من الصبح؟ أنا ماني رايحة على محل، رضيتوا كلكن أو لا ماني رايحة على الجامعة. مايا خلينا نحكي بالأول لوين رايحة؟ أنت ما بتتركي مجال لحدا يحكي معك، تعرفي هالشي؟ خلينا نمشي من هون، يلا بسرعة. لا لا قاسم، يلا خليني أخذك على المشفى. بلاها، هلأ الشرطة بتستجوب الكل مشان رصاصة، بعدين الضابط لو أي لحقنا على الدعسة. هذا خدش بسيط ما في مشكلة. نتأكد أنك منيح؟ منيح. يلا قوم. لحظة، استنى علي يا أغا، وحياتك رح ندمو على هالعملة. سلامتك، جهز لي سيارة بسرعة، عم ينزف كتير. يلا فتون، لا تضايقي حالك، نحن تعلمنا منك انه نكون قوايا وقد حالنا، اخذنا منك القوة لنقدر نوقف بوش عدنان وظلمه. فتون، لولاكي كيف كنت بدي وقف بوش اخي وقول له انه انا بدي ادرس بالجامعة؟ هلأ بدك تستسلمي؟
لا تنهاري، كلنا مننهار معك. أول حالك. نارين، اجت نتائج الجامعة تبع بلال. ايه ماما، وينك حبيبي؟ طلعت اتمشى برا. شو في؟ شوف ماما، طلعوا نتائج قبول الجامعة. مو لهيئة رح يطلع لي شي. طيب امتى راجع على البيت؟ يلا جاية، ما رح اتأخر. قاسم، شو حاسس؟ عم يوجعك؟ إذا كرمال هيك شي بدي اتوجع، بقى خليني موت أحسن. اليوم رميت حالك قدامي مثل البطل منشان تحميني، لهيك أنا مديون إلك بحياتي، مو هيك؟ شو الحكي يا أغا؟ أنا عمري فداك. شكرا لك، انت اثبتت لي انك رجال شهم. قلت لك من قبل اللي موت بموت يا اغا، وانا ما بحكي بدون فعل. اللي الزلمه اللي اسمه جمال، والتاني شو كان اسمه؟ سلمان. سلمان. معقول هيك فجأة صاروا صحبة مع مراد؟ أنا بتذكر أني شايف سلمان من زمان، بس جمال ماني شايفه. اسألي عنه، أعرف عنه كل شيء، شو بيعمل وشو كان شغله مع مراد. أنا من وقت ما شفته عم يحوم حوالين فتون شكيت فيه وما استنضفت القصة. ولا يهمك، رح أعرف لك كل شيء. اسمعوني كتير منيح، من أول يوم إجيت لهون وأنا كل همي ريحكن وأنتو شاهدين. مايا شو ما كان يكون رح تدرسي، تمام؟ يا ماما كيف بدي أدرس؟ ماما كيف بدك تدبري مصاري؟ ما بعرف، بدي شوف. مناخد قرض أو منبيع الحقل مثل ما هالناس عم يعملوا يعلموا ولادن. صحيح والله، نحن عنا أرض وأنا كنت نسيانة موضوعها. عايدة أنا عم حاول لقي حل مقبول، وأنتي بدل ما تدعميني كل مرة بتستخفي باللي بقوله. أمي وضعنا مبين، خلص ما رح أدرس. أنا ماني مضطرة أخذ منهم ولا قرش. أنت بحياتك ما عتستيهم ولا بشغلة. نحن متضايقين لأنه عم ناكل من خيرهم، كيف بدنا نطلب منهم؟ طيب، أنا مالي ناوية أخذ مصاري من حدا، بس لازم نلاقي أكتر من حل، المهم تدرسي. أنا ما دخلني بمايا، بس أمي ما عم أفهمك عن جد، ما بعرف ليش أنت مصرة أنك تضلي بهذا القصر رغم كل شي صار وعم يصير. عايدة معها حق، بلا ما نحلم على الفاضي أمي. أنا رح أعبي الاستمارة وسجلها وبداوم السنة الجاية، ولوقت عايدة بتكون انقبلت بشي كلية، وبعدين أنا السنة جاية. يعني رح نبقى سنة تانية هون كمان؟ بس أنا ماني ناوية أضل هون. لك أخي، أنت شو عملت؟ مين هالكلب اللي رمى حاله قدامه؟ ما بعرف، ومتأكد انه الشرطة هلأ بتكون ناطرتنا قدام باب البيت مشان يحبسونا. ما صار لك كم يوم طالع من السجن، حابب ترجع مرة تانية؟ لك أخي ليش قوصته؟ مو كنا على أساس نحكي معه برواء؟ نحن عم ننجر ورق لعيب تسنين بدون ما نحس، وهلأ ما رح نخلص من لسان أهل الضيعة. اسمعني، أكيد في إنا بالموضوع وأنا أبداً مالي مطمن، وإلا ليش عدنان ترك لأختك ترجع لعنا؟ ها؟
لك عدنان عم بيخلينا نحن نتحمل مسؤولية اللي عملته فيه تسنيم. وانت بعد اختك يا عديم الشرف. بنتي انتي بتعرفي انه اخواتك كل واحد اجن من التاني. انا ما بقدر لهم، والصراحه خايفه منهم انه يؤذوكي. امي انتي مالك خايفه علي، خايفه ينفضحوا. من يوم ما رحت لا اتصلتي تليفون ولا اجيتي سالتي عني وعن احوالي اذا كنت مبسوطه. لا تحكي هيك كانك ما بتعرفي اخواتك، وخاصه صبري كرمال اصغر شغله بيملي قيامه على راسنا. مساء الخير جيراننا، كيفكم؟ مساء النور، تفضلي عادي. أهلا وسهلا. أهلين فيكم. ابني شو عملت؟ ليش رجعت تسنيم لعند أهلها وإخواتها مشرانيين؟ هلأ بيقتلوها. ما عملت إلا لازم، لأنه هاي تسنيم يلي عم تدافعوا عنها. اليوم إجوا إخواتها على مكتبي وبدهم يقبصوني. لو ما قاسم حماني كنتوا اليوم ترحمتوا علي. أنت شو عم تقول عدنان؟ يلي عم تسمعي أمي، والزفت يلي اسمه صبري كان بده يقوصني بمكتبي، ولولا وجود قاسم كان قتلني بدون ما حدا يحس. كنت في دفنتيني بالقبر. الله يستر. ايه الحمد والشكر له. يلي قوصوك إلك برصاص، الله أعلم شو ممكن يعملوا بتسنيم. ما بيهمني شو ما بدهم يعملوا فيها، الله ياخدها. ما بكون عدنان إذا ما ورجيتهم قيمتهم لأخواتها. أمينة اعملي لي فنجان قهوة. يا أخي أنت ليش بترد على كلامها لتسنيم؟ هي كذبت عليك. الجماعة أعطونا مهرة وأنت كنت بالسجن. بعدين أخي أنت بتعرف كيف كانت حالتنا، ليش لحتى ما ناخد المهر؟ بعدين بصراحة تسنيم ما عرفت تقعد بأدب عندهم. لك اصلا هي بحياتها ما كانت عاقله. رح نشوف شو رح نعمل فيهم اتنيناتهم، بس طبعا بالطريقه اللي بتناسبنا. فهمت؟ عدنان خير ان شاء الله. شو في لسه كمان؟ ليش وديت تسنيم؟ شو دخلك؟ جاي بدك تحاسبيني ها؟ اهتمي بشغلك وبلا حشريه. شغلي انا بعمله على كيفي وما حدا بيقدر يحاسبني. بس شي مره خلوني اشرب فنجان قهوه بدون ما تعكروا لي مزاجي. ما عرفتك والله، مالي خبر انه في شي بيعكر لك مزاجك، رغم كل شي سيء عم يصير حواليك وانت همك بشرب القهوه، مو هيك عدنان؟ انت استني علي شوي، جاي دورك. استني علي يا منزعه. اي دور لك انت؟ شو عم تخبص؟ فتون طولي بالك من جهل. شو يا تسني، ايمتى مفكره تجيبي ولد؟ ها جارتنا تذكرت نارين وقت ولدت، انت كنتي عندها صح؟ لما سألتيني تذكرت هيك شي. ايه كنت عندها بهالوقت، كان ابني صغير وما صلوا شي ميت. بتذكر انا ونارين ولدنا بنفس الوقت، ونارين كان مقطوع حيلة. ايه وبعدين؟ يوم عدنان اغا مسكني من ايدي وفورا اخذني لعندها، وانا بصراحة بحاجة مصاري. الله يرزق إلو علينا أفضال كتيرة. اسمعي يا بنتي، بهالوقت صعب كتير تلاقي رجال مثله عرفي قيمته، والزعل بين اثنين متجوزين بيصير بكل بيت. ايه طبعا عدنان كتير منيح معي، احكي لي القصة من أول، حابة اسمعها. you
سلمان آغا، أنا وعدنان على قدنا تصلحت، وأنا ناطر تقلي شو أعمل. أنت صير إيده اليمين لعدنان، وما بدي شي تاني منك. لما كنت بالسجن كان في شي عم تسمعه عن تسنيم؟ أنا مرة شفتها من بعيد، كانت لابسة ومتمكجة وماشي عم تتمايل شمال ويمين. كنت بدي إلحقها بس لسه ما وصلت لعندها أجا زلمة وأخدها، نفسه اللي شفناه عند عدنان. ما لحقتها؟ لما كنت رايح أحكي معها ركبت معه بالسيارة وفوراً مشي وما قدرت الحقها. معقول ما لحقتها وشربت من دمها؟ قلت متزوجة يعني ما دخلني فيها، بس كان كتير جريء هالزلمة. تسنيم وينك؟ ألو؟ 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 مين هاد؟ مين بيكون؟ هاي الواطية قبل ما تفضحنا بكل مكان لازم نقصف عمره. مين هذا اللي عم يتصل بنص الليل؟ مين؟ إذا ما كان عدنان أكيد هداك الحقير. والله العظيم لا أقتل لهاي الواطية واشرب من دمه، وكمان رح أقتل لهذا عظيم الشرف. رضا، أنت بتعرف عنوان إمه لتسنيم؟ إيه؟ نارين كانت عم تتعالج وبهالفترة ما كانت هون. طيب ما شفتيها وهي حامل؟ يعني أحياناً بالمشفى بيصوروا حالهم بعد الولادة، شفتي هيك شي؟ لا والله ما شفتها يا بنتي، ويظهر ما حدا شافها كمان، حتى أنا أول شي شفت بلال بين إيديها وبس. ما كان مراد آغا معها؟ بهالوقت ما كان، بس بعدين كان يجي يطل كل فترة، يعني هيك قالوا. لما بتاخد ولد رضيع من حضن أمه وبتعطيه لوحدة تانية هاي بتكون اسمها سرقة. لا خلوني شوف إذا أنتوا عندكم الشجاعة لا تقولوا مين بلش بهالذنب. أمي نارين. مراد آغا كيف مات؟ بعرف إنك قتلته، بس ليش قتلته؟ ليش يا آغا؟ بلال مو ابنه لنارين، وهاد كمان بعرفه، قريت بالرسالة كانت عم تقول أنا ما ذنبي إنه أخذته من أمه. بلال ابن مين لكان؟ أنا اليوم شفته لمراد بالمنام وكان عم بيقول لها لفتون الحقيقة. الحقيقة إنه بلال ابنها لفتون.